هي معركة طحن العظام ما بين نتنياهو وما بين الأمين العام الجديد للقوات المتواجدة في جنوب لبنان الشيخ قاسم. يعني خلاص أعلن رسميا أنه خلف من تم اغتياله الشهر الماضي أو الشهر الجاري، الأمين العام السابق للقوات المتمركزة في جنوب لبنان، وأنا أنا عارف اسمها طبعا يا أخوانا، بس عشان بعض المعايير الخاصة بالفيسبوك والسوشيال ميديا هنحاول يعني نعمل قفزة شوية على المسميات، وافهموني زي ما بيقولوا كده بالإشارة. هي معركة لطحن العظام ما بين الاتنين، ما بين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وما بين الشيخ قاسم الأمين العام الجديد للقوات المتواجدة في جنوب لبنان. قولا واحدا، أول هدف دلوقتي نتنياهو كتبوا بالقلم الرصاص ولسه ربما يكون قلم جاف، لابد من اغتيال الشيخ قاسم الامين العام الجديد للقوات، مش عارف اللي اسمها كذا اللي في جنوب لبنان. بص، رقم واحد هو اغتال الامين السابق واغتال نائبه صفي الدين، وبالتالي لابد من ان يتم ده الهدف الاسرائيلي، لابد من ان يتم اغتيال الامين العام الجديد النهارده في الكلمه المطوله ليه اللي هو الشيخ قاسم. الكلمة فصلت في النص شوية وبعدين رجعت، حتى نتنياهو قال في الغرف المغلقة احنا اللي فصلنا الصوت عنه، مع انه طبعا شخص يعني يكذب طول الوقت وهو يعني حابب للكذب وعاشق في الكذب ومتدف في الكذب، ده الهدف اللي بينويه نتنياهو. لكن هو بينوي هذا الهدف. الناحية التانية في كلمة الأمين العام الجديد، خلاص زي ما قلنا احنا رسميا تم إعادة صياغة كل التشكيلات، مفيش منصب فاضي، مفيش منصب واحد فاضي في القوات المتمركزة أو الموجودة في جنوب لبنان، سواء على المستوى العسكري أو المستوى السياسي، وكل واحد ليه نائب أول ونائب تاني، يعني لو اغتالوا النائب الأول في نائب تاني وفي واحد تالت. كمان الميزة الجديدة في الأمين العام الجديد للقوات المتواجدة في جنوب لبنان إنه من الصف الأول، من الرعيل الأول زي ما بيقولوا، من سنة 91 كان هو النائب لموسوي اللي تم اغتياله، وبعدين كمل مع يعني حسن نصر الله اللي تم اغتياله، بعد كده كمل معاه في القصة لحد ما تولى هذه المسؤولية. قال كلمة مهمة جدا وهي تهديد مباشر لنتنياهو بأنه سيتم استهدافه. قال احنا ضربنا النافذة الخاصة ببيت نتنياهو في هذا النطاق، في قصارية، احنا عارفين قصارية في الحتة دي هي بيت نتنياهو. القوات المتركزة في جنوب لبنان ضربت النافذة الخاصة بغرفة نومه قبل كده وهو ما كانش موجود، لكن التطور الجديد ايه بقى؟ قال لك مرة واحدة، ادي قصارية قدام حضراتكم لو الخريطة يعني الخط فيها صغير، دي بيت نتنياهو. قال لك ممكن نتنياهو المرة اللي فاتت ما فلحتش، المرة الجاية ممكن يتم اغتياله بإيد إسرائيليين، المرة الجاية سيتم استهداف نتنياهو بإيد مين؟ إسرائيليين، مش قوات، واحد هربان ولا راكب قطر ولا راكب أتوبيس ولا جاي متخفي ولا لابس شنطة، إسرائيلي. ده عشان بس نفهم الكلمة في سياقها. الأمين العام الجديد للقوات المتواجدة في جنوب لبنان قالها بشكل مباشر، المرة الجاية سيتم استهداف نتنياهو بإيد إسرائيليين. ده هيخلينا نربط بمعلومة رئيسية ذكرت الشهر اللي فات، إن الشباك اللي هو يعني جهاز الأمن الوطني في إسرائيل مسك شبكات كتيرة لإسرائيليين تم تجنيدهم من الإيرانيين أو من ناس تبع الإيرانيين، فبالتالي المحاولة شغاله حوالين نتنياهو، مش ان هم يوصلوا له بفلسطيني ولا بعرب 48 ولا لبناني ولا مش عارف، لا اسرائيلي. ده رقم واحد عشان تبقى العمليه يعني مخلصانين منها. نتنياهو هدفه الرئيسي انه يغتال القائد الجديد للقوات زي ما قلنا الموجوده في جنوب لبنان، والناحيه الثانيه الدور على هذا الشخص انه يبين كرامات وان الضرب يزيد. الضرب مش يبقى هنا يا اخواننا، خلي بالكم اللي قدامنا دي فلسطين المحتلة أو إسرائيل أو هذا الكيان لازم بس ركزوا معايا أرجوكم، المعلومة دي مهمة جدا في السياق الانتشار. هو بيضرب هنا، بتوع القوات اللي بتضرب في جنوب لبنان بتضرب هنا تل أبيب اللي هي الصغيرة أو تل أبيب الكبرى، وبتضرب هنا وبتضرب هنا،
طب اقول لحضراتكم تاني، الحاجات دي مدن رئيسيه، يعني ايه؟ يعني محافظه رئيسيه في، وبتضرب في عكا، وبتضرب في نهريه، وبتضرب في الناصره، ده كده كل ده ايه؟ الحاجات الخاصه في وسط وشمال فلسطين المحتله او اسرائيل. كل يوم في مسيرات، قبل ما اطلع الهواء على طول في مسيرات ضربت، في كمان ضربت الخضيره هنا من شويه، بالاضافه الى العمليات اللي بتتم سواء يافا او بير سابع اللي هي عمليه الطعن او الاستهداف اللي هي زي ما بنسميها الذئاب المنفرده. ده جزء، الجزء العمليات اللي هو النوعي، ان تضرب واحد يطلع بشنطه يفجر نفسه او واحد تاني يضرب برصاص، دي عمليه بسيطه ممكن يعني يتم ادارتها بشكل مختلف، لكن الضرب المباشر ان صاروخ يطلع، مسيره تطلع، مش بومب، صاروخ وطياره مسيره بتضرب هنا. احنا بس عشان برضه بقول المعايير، واخواننا بتوع السوشيال ميديا يعني عندهم معايير شويه كده، في الاف الفيديوهات لمباني وقواعد عسكريه، ضربوا بنيامينا وضربوا بنيامين، ضربوا قاعده بنيامينا وقت العشاء وقضي على اكثر من 80 واحد او 100 واحد ما بين مصاب وجريح، ضربوا بنيامينا وضربوا بنيامين نتنياهو في غرفه منزله بشكل واضح وصريح. الجيش الاسرائيلي حتى واحنا بنكلم حضراتكم كان لسه مطلع بيان، حوالي 5000 واحد مصاب في الفتره اللي فاتت، حوالي 70 80 اسرائيلي تم القضاء عليهم في شهر اكتوبر فقط، في شهر اكتوبر فقط 2024 حسب ما سمح من الاستخبارات العسكريه الاسرائيليه، سمحوا بس يطلعوا 70 80 اسم. في اسامي تانية كتير، الجبهه زي ما بيقولوا جبهه المواجهه ما بينهم وبين جنوب لبنان مشتعله يعني مكمله، والنهارده الكلمه الطويله جدا للامين العام الجديد بعد اعلان يعني انتخابه، وركزوا كلمه انتخاب، يعني ما اختاروهوش يتعين واتصلوا بيه بالتليفون انه يتعين، لا، جريت انتخابات وجري تسكينات وجري تسكين تنظيمات للقواعد الامور العسكريه، وتم اعاده صياغه قوات، وانا مش عايز اقول الاسامي بتاعت عشان برضه المعايير الخاصه بجنوب لبنان، كل القوات اللي موجوده هنا في المواجهه مع الاسرائيليين اكتملت في الصف الاول والصف الثاني والصف الثالث، وبالتالي عمليات الاغتيالات ولا الف عمليه اغتيال هتخلص القصه، القصه كلها مربوطه بغزه، غزه في نفس الوقت شمال قطاع غزه بتطلع منه لحد هذه اللحظه النهارده 30 اكتوبر 2024 الاسرائيليين بقى لهم 15 شهر بيهدوا وبيدمروا في 360 كيلو، هم والامريكان والاوروبيين البريطانيين والفرنسيين تحديدا بيهدوا وبيدمروا كل حاجه، لكن بقى لهم 15 شهر بيطلع صواريخ ولا عارفين يوصلوا لل 101. وده هيوصلنا لاخر حاجه معانا النهارده في فقرتنا او حلقتنا من مسرح العمليات، هي المفاوضات. في مفاوضات تجرى من مصر ودوله قطر والمخابرات الامريكيه والموساد الاسرائيلي، الجانب المصري والقطري هنا بيتحدثوا او يعبروا عن الصوره الخاصه بالفلسطينيين، يعني اليومين الثلاثه اللي فاتوا كان ظهر مقترح يخص الجانب المصري حوالين يعني هدنه مؤقته قصاد عدد من المحتجزين، بعد كده ويليام بيرنز مدير المخابرات الامريكيه خلاص في زيارات هتتم ما بين الدوحه والقاهره، وديفيد بارني رئيس الموساد برضه في زيارات هتتم ما بين الدوحه والقاهره في يعني في اليومين دول هتتم هذه الزيارات عشان يصلوا لاتفاقيه. طب الاتفاقيه دي بتقول ايه؟ الاخبار اللي جايه والمعلومات اللي جايه لحد دلوقتي افراج عن 11 تقريبا سيده من المحتجزات، 11 سيده من المحتجزات، خلي بالكم بس عشان بس سيده ده لفظ ممكن يحكي لكم ويحسسكم ان العمليه لطيفه، لا 11 محتجزه عسكريه يعني ضابطه او جنديه في جيش الاحتلال الاسرائيلي، عشان بس ما تاخدوش حته سيده لوحدها وتعيشوا يعني عليها، 11 محتجزه تنتمي الى جيش الاحتلال الاسرائيلي قصاد هدنه 30 يوم، الهدنه ال 30 يوم تدخل المساعدات الانسانيه، لكن في اشكاليه المساعدات الانسانيه تدخل ازاي؟ لان الانوروا خلاص الاسرائيليين بيخلصوا عليها وعلى دورها، قصاد اليونيفيل اللي بيتم برضو القضاء عليها ومحاوله يعني زحزحتها في جنوب لبنان، هم عندهم ازمه خلاص مع كل المؤسسات الدوليه الامميه اللي متعلقه بالانسانيات، وليه؟ ليه بالذات عايزين يقضوا على الانوروا واليونيفيل؟ ليه؟ رقم واحد، لما يسيطر على المساعدات الانسانيه معناها يجند عملاء ويستغل ضعف النفس البشريه فيحاول انه يشغل اجهزه الاستخبارات عنده، هو عايز يقوم بالليله دي، قال لك انا اليونيفيل والجماعه دول بتدوم سعادات، لا انا اخد الحته دي وادي ناس واستغلها واقول لهم انا هديكم فلوس ووضع ومش عارف ايه،
لكنه فشله المعهود مش عارف يسيطر على هذا الامر، الدنيا مكمله، محدش ييأس من المواجهات في الميدان، اكتر من 12,000 معاق في صفوف جيش الاحتلال. انا اظن ان العدد لو عملوا تقييم موضوعي في اسرائيل فيما يخص اجهزه الاستخبارات والاجهزه المعنيه في الداخل الاسرائيلي، اظن ان الرقم ده هيبقى اضعاف اضعاف. لا، ال 12 دول ممكن يكونوا في الميدان، لكن هناك ميادين المكاتب والحاجات اللي شغاله على برامج الفوتوشوب، ان هم خلص على عربي، خلص على فلسطيني، خلص على لبناني، كل الحاجات اللطيفه دي بلغتهم، يعني يظنوا ان هم يقدروا يحققوها. لكن على الارض والميدان القوه تبقى لاهل الارض اللي قادرين على ان هم يديروا معاركهم بشرف، لان هو ده دورهم. يعني مقاوم دوره يعمل ايه؟ يلبس كرافته ولا يقاوم؟ كنت معاكم زكي القاضي من صالة التحرير اليوم السابع وحلقة من مسرح العمليات، شكرا جزيلا.